Soy Fadel, soy doctor, se llama Sperin, la mudir, Jmaak Behti Sunna Ulmerifa, Seyid Mumtil Ibn Sharaka, Hasatan Bank Omnia, Seba el Asachid al Afadel, سواء من داخل المغرب ومن خارجه وخاصة الأساتذة الذين جاءوا إلينا من خارج المغرب من السعودية ومن الأردن ومن الكويت وكذلك من الجزائر. أود أن أشكرهم جزيل الشكر على أولا تقبلهم الدعوة والمساهمة في هذا اللقاء في نسخته الثالثة وكذلك تحمل مشاق السفر خاصة الانتقال من المشرق العربي الشقيق إلى بلاد المغرب أي إلى المغرب الأقصى فيتطلب جهدا مع خاصة مع كثرة الانشغالات ثم كذلك السادة أساتذة المؤسسة الأفاضل أستاذات الفضليات اللواتي ينتمين إلى جميع الشعب بهذه المؤسسة السادة رؤساء الشعب منسقو المسالك أعضاء مجلس الكلية أعضاء جميع اللجان المنبثقة على المجلس إخواني الطلبة أخواتي الطالبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا سعيد جدا لتواجدي معكم مرة أخرى في هذه القاعة المباركة العامرة لنعطي الانطلاقة الفعلية لإشغال المؤتمر الدولي الثالث الذي اختار موضوعا مهما وهو موضوع الساعة ألا وهو التمويل والبنوك الإسلامية محاذير التجربة وآفاق التطوير والإفاق أهمية هذا الموضوع تظهر من زاويتين أساسيتين الزاوية الأولى وهو أنه موضوع الساعة ويهم دواليب الاقتصاد والمالية وأنتم تعلمون أيها السادة الأساتذة الأفاضل والأستاذات الفضليات والطلبة الأعزاء أن الظروف الاقتصادية التي يمر منها العالم بأسره سواء الدول المتقدمة أو الدول السائرة في طريق النمو هي ظروف صعبة من حيث أننا نلاحظ أن هناك عدة قضايا شائكة تمس أولا دواليب الاقتصاد من حيث التمويل ومن حيث كذلك المشاريع وخاصة التي لها ارتباط وثيق بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية كذلك مع الحفاظ على الموارد الطبيعية إذن فالمعادلة معادلة صعبة والعالم كما تعلمون منذ 2008 دخل في دوامة اقتصادية صعبة جعلت تأثير هذه الدوامة يمس جميع أو مناحي جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ولهذا فدور الباحث المسلم في هذا السياق العام الاقتصادي الدولي يجب أن يظهر بكفية واضحة وأن يسهم إسهاما فعالا في تقديم الحل المناسب لأن في ديننا الحنيف الإسلامي وفي الثقافة الإسلامية وفي التأصيل الفقهي الإسلامي
خاصة من ناحية المعاملات ومن ناحية المال ومن ناحية إذا المالية الإسلامية لنا الكثير في هذا الإطار. فقط يجب على هذا الباحث المسلم أن يعمل على إبراز ما يمكنه إذا أن يساهم في حل هذه القضايا. وأنتم أيها السادة الأفاضل هذا اليوم وفي هذا اللقاء النسخة الثالثة سوف تغوصون وتساهمون وتناقشون في إبراز دور المالية الإسلامية في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. أما الزاوية الثانية فالشق الثاني من العنوان محاذير التجربة، لأن التجربة فتية وآفاق التطوير خاصة في العمق الإفريقي. لماذا؟ لأن مثلا عندنا في المغرب والحمد لله ونظرا للسياسة الرشيدة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الجامعة وعلى الجامعيين وعلى مختبرات البحث وفرق البحث أن تساير هذا التوجه. لماذا؟ لأن المغرب وشمال إفريقيا بصفة عامة أي دول المغاربية ونحن نأمل في أن يكون هذا التكتل الاقتصادي الإقليمي شمال إفريقيا مهم جدا ليسهم مساهمة فعالة في تطوير وتنمية الإنسان المغاربي. لماذا قلت العمق الإفريقي؟ لأن جذور هذه الدول الواقعة في شمال إفريقيا جذورها إفريقية وهي إفريقية، ولكن تطل كذلك على الضفة الأخرى الشمالية وهي دول الشمال أي الدول الأوروبية. فالموقع الذي نحتله هو موقع وسط استراتيجي من جميع المناحي، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الحضارية، ومن ناحية كذلك الموارد، من ناحية الموارد الاقتصادية. ولهذا فالمرجو من السادة الأساتذة إذا الغوص في هذا الموضوع، ولكن في شموليته حتى نتمكن أو تتمكنوا من الخروج بمجموعة من التوصيات التي يمكن أن نرفعها إلى مجموعة من البنوك الإسلامية حتى تستفيد من تجربة وأفكار السادة العلماء خاصة السادة الأساتذة الأفاضل في مجال البنوك الإسلامية أو المالية الإسلامية بصفة عامة. واسمحوا لي أن أشكر جزيل الشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب لإخراج هذا اللقاء إلى حيز الوجود، وأخص بالذكر اللجنة التنظيمية لهذا اللقاء. لولا جنود الخفاء خاصة الطلبة وكذلك الأساتذة الذين ينتمون إلى مجموعة بحث في السنة والمعرفة لما رأى هذا اللقاء النور. ثم أشكر كذلك الأستاذ فضيلة الأستاذ الدكتور سي جمال ستاري على أولا مثابرته وتحقيقه لحلم كان يراوده وهو إذن العمل على المالية الإسلامية وعلى البنوك الإسلامية. ونتمنى له وللشعب كذلك ولجميع الأساتذة مزيدا من التألق والتوفيق. وأشكر كذلك السادة الأساتذة الذين جاءوا من خارج المغرب كما قلت في البداية ومن داخل المغرب وكذلك من الكلية. وأشكر سيد رئيس جامعة سلطان مولي سليمان الذي كان سيحضر معنا في هذا اللقاء، ولكن نظرا لانشغالاته مع وفد أوكراني هذا الصباح وأنا عندما سأنهي هذا الاختصاص سألتحق بهم لأن هناك علاقات دولية في هذا الإطار. لولا هذا الانشغال لما كان معنا هنا ليساهم كذلك معنا في هذا اللقاء. إذن أشكر سيد رئيس جامعة سلطان مولي سليمان
على كل ما يقدمه من دعم مادي ومعنوي لإنجاح هذه التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية بكل مؤسسات التابعة للجميع. وأشكر كذلك سيد رئيس جهة بني ملال خنيفة على الدعم الذي يقدمه للجامعة، وأشكر كذلك سيد والي جهة بني ملال خنيفة لما نلمسه فيه من دعم دائم ومستمر وتفاعلي بين جميع الفاعلين داخل الجامعة وبين إذن ولاية جهة بني ملال خنيفة. وكما أشكر والي أمن بني ملال خنيفة لما يوفره لنا من أمن سواء داخل المدينة أو داخل هذه الجهة العزيزة. كما أشكر السادة رؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء المجالس المحلية سواء منها الحضرية أو القروية. وأشكر كذلك ممثلو الصحافة الورقية وكذلك الرقمية الإلكترونية الذين يواكبون جميع التظاهرات العلمية والبيداغوجية والرياضية والثقافية لهذه المؤسسة. وفي الأخير شكر حار وخالص موصول إلى طلابنا إناثا وذكور لما نلمسهم فيه من حب وتعطش للبحث والتحصيل العلمي. ونتمنى لكم جميعا صحة وعافية دائمة حتى نساهم جميعا في تنمية هذا البلد الأمين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأقول